تعالوا بقى ننتقل لتقرير مهم جدا. انتوا عارفين كايرو بايك ولا لا؟ انتوا عارفين اي حد فينا زمان لما كان يسافر فكنا نشوف كده البتاعات اللي هي بيربطوا فيها العجل، فتسالهم يا جماعه العجل ده بتاع مين؟ يقول لك لا ده مش بتاع حد، ده بتاع المكان هنا. فلو انت عاوز عجله فبتطلع بس الكارت بتاعك وبعدين زز وتروح واخد العجله وتمام وتتكل بيها وبعدين بتركنها في مكان تاني مشابه على حسب الحي اللي انت فيه، كلام من ده. فاحنا بقى ده كان حلم طبعا، بقى عندنا حاجه اسمها كايرو بايك بالمناسبه بقى، واسعارها بجد حلوه. يعني انا اشجعك تاجر العجله بتاعت كايرو بايك اكتر ما تشتري بصراحه. والله العظيم اسعارها حلوه قوي يعني. طيب المستفيدين الناس اللي استخدمت كايرو بايك في التقرير ده هيحكوا لنا التجربه بتاعتهم، وسعده ولا مش سعده، مبسوطين ولا مش مبسوطين. اسمع الناس بلسانها بتقول ايه. نازله النهارده كمان تزامنا مع الكوب 27 علشان نتكلم ان احنا عايزين ندور على الجرين انرجي والكلين انرجي ونستخدم الطاقه النظيفه دي، ان احنا بدل ما نستخدم كل مره المواصلات او نستخدم العربيات والعوادم طبعا اللي بتطلع، فنبتدي يبقى في ثقافه العجل في مصر. احنا شايفين المشروع هايل، وانا فخوره اني بشوف حاجه زي كده في مصر النهارده. شفتها في امريكا من كذا سنه وكنت حلمي انها تتحقق في مصر. احنا كمان نازلين النهارده تحديدا عشان اخترنا شهر نوفمبر للايفنت ده عشان احنا نشجع كمان الكلايمت تشينج كوب 27، وتماشيا مع كل الجهود الدوله بتعملها عشان نرفع الوعي بتاع الناس لاضرار اضرار طبعا التلوث، وازاي ان احنا مهم جدا يبقى عندنا بدائل زي استخدام البايك. اي حد قدامه ممكن يستخدم البايك ويتجول بيها عشان يساهم في حمايه البيئه. حاليا هو احنا بنشتغل او الناس بتشترك معانا عن طريق كروت مسبوقه الدفع. بعد افتتاح المرحله الثانيه هيبقى شغال السيستم كله على بعضه، فهيبقى من خلال ابلكيشن على الموبايل تقدر تفتح العجله بالبلوتوث وتقدر تتحرك بيها وتروح في اي مكان انت عاوزه، وكده هتبقى اسهل للمستخدمين بشكل عام.